إلى كل أصحاب المواكب، إلى كل أصحاب المواكب في محافظة الديوانية على طريق السايلو، طريق السايلو كل المواكب، الأخ علي طالب حمودي والأخ علي حسين عطية والأخ أبو عماد، الكل الكل من أهالي دور السكك وأهالي حي رمضان وحي الجزائر اللي ملتزمين على المواكب، المشت الموجود، المشت الموجود، البيت المحمي موجود، والغطاء موجود، شيء متوفر، بس السنادين عليكم، بس السنادين عليكم، تهيئوا لخدمة وطنكم العراق. وفعلا إذا كنتم محبين إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، إن كنتم محبين إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، لا نريد كلام، حاطين فقط مواكب حبا للإمام الحسين، ولكن مليئة أمام الأشجار الخبيثة شجرة الكانو كابرت. إن كنتم فعلا محبين إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، إن كنتم محبين ووطنيين ومخلصين إلى وطنكم ومحبين فعلا وبكل إخلاص وشرف وضمير إلى الإمام الحسين، تقومون بزراعة الآلاف، تقومون بزراعة الآلاف المؤلفة من شجرة النيم، بذور النيم بخدمتكم، وهذا النيم الأصفر اللي يجمل المواكب لكم، شجرة طبية، شجرة لا مثيل لها، شجرة تعالج أكثر من 100 مرض، صيدلية أمام بيوتكم، صيدلية تحطوها إلى المشاية، مشاية الإمام الحسين سلام الله عليه. إن كنتم محبين ومخلصين أريد أشوفن همتكم، وهذا الآذان يشهد الله أكبر، هذا الآذان يشهد الله أكبر. إن كنتم محبين إلى الإمام الحسين سلام الله عليه تقومون بزراعة بذور لا تعد لها لزراعتها أمام المواكب، هذا الآذان يشهد إن كانت عندكم الغيرة والضمير والإخلاص إلى وطنكم العراق.